سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم هذا الكاطو اللي كيجي غزال في المنظر وتا في المذاق، تيجي رائع. وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهانتوما خليكم مع المقادير حتى الاخير. وهنا بالنسبه للجينواز كما كتشوفوا راني فايته مشاركها معكم في القناه، صراحه جات زوينه بزاف، جات مفشفشه كما كتشوفوا. بالنسبه للجينواز كما كتعرفوا كندير فيها 8 ديال البيضات، كلشي في شي بانيو او في اي حاجه، وكنبدا نطلعها بالباتور حتى كيطلع ليا داك البيض مزيان. كندير واحد القبيصه ديال الملحه، عاد كنزيد 240 غرام ديال السنيده، وكنزيد واحد 240 غرام ديال الفرص لتنطلع السنيده والفرص مزيان، عفوا السنيده والبيض مزيان، عاد باش ندوز باش ندير الفرص نغربلو. ودرت فيها واحد الخماره وصافي البنات، درتها في الفران طابت واحد ربع ساعه، عاد حيدتها وقطعتها بحال هكا على شكل قلب كما كتشوفوا. هنايا بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به الجينواز ديالي، درت فيه واحد كاس ديال كاس ونص ديال الماء وكاس ديال سنيده، وخليتهم طبخوا لي مزيان مزيان. عاد درت فيهم واحد المعلقه ديال النكهه ديال الفاني وصافي البنات. من بعد ما حركتهم هنا دزت باش كان يعني غادي نمونطي الحلوه ديالي. هنايا كما كتشوفوا يعني كنحاول انني نسقي الجينواز مزيان باش ما تنشفش ليا، حيت بالنسبه لفاش كدار في الثلاجه كتشرب شويه هذاك الماء ديالها، داكشي باش خصها تسقى مزيان مزيان. وهنا البنات كما كتشوفوا غادي ندير واحد شويه ديال الشكلاط لتحت، بالنسبه للناس اللي تكون عندهم هذيك الطبقه المقرمشه كتكون عندهم قليله شويه، يعني يدهنوا شويه ديال الشكلاط باش منين يقطعوا الكاطو ما يبانش ليهم جهه عامره وجهه خاويه. يعني هنا كما كتشوفوا درت هذه الطريقه هذه باش منين ندير هاد الفويتين، هنا عندي شويه ديال الفويتين مخلط مع الشكلاط باش منين نديرو حتى لا ما كفانيش ولا شي حاجه، يعني تيكون داك الشكلاط مدهون في الجينواز. من كتقطعي واحد القطعه منه كيبان كتبان ديك الطبقه كحله كامله، يعني ما كتبقاش باينه بلاصه بيضاء وبلاصه كحله. وهنا كما كتشوفوا غادي نحاول انني نسرح هذيك الفويتين ديالي كما كتشوفوا معايا وصافي. هنايا في داك الفويتين زدت فيه واحد شويه ديال اللوز، اللي محمر زدته فيه، قطعته طريفات صغيرين باش حتى هو يعطي ديك القرمشه ديالو وصافي البنات. هنا كما شفتوا غادي نحاول انني ندير هذاك الطبقه المقرمشه على الجينواز ديالي كامله. هنا كما كتشوفوا راني ما دايراش الجينواز قد الساق كالنيشان، يعني خليت الجوانب شويه باينين باش تجي غير لاكريم اللي باينه من برا وصافي البنات. هنا غادي ندوز باش نصايب لاكريم ديالي. وهنا البنات كما كتشوفوا هنا انا بديت كنطلع في الميرانغ، صحاب لي كنصور ساعه كان تليفون طافي داكشي باش، ولكن ماشي مشكل. هنايا كما كتشوفوا هنايا دايره واحد ثلاثه ديال البيض درتو مع 250 غرام ديال سنيده، يعني ربعه ديال سنيده، درتهم فوق البوطه، بوطه اللي تكون مهيله، وبقيت كنحرك غير بالفوي، بقيت كنحرك بشويه بشويه، يعني كما قلت لكم بوطه مهيله بزاف، وخليتها حتى دابت ليا سنيده ولا ليا الخليط ديالي بيض، وصافي طفيت عليهم البوطه ودرت واحد شويه ديال الملحه، واحد القبيصه ديال الملحه وصافي البنات. هنايا دست باش كنطلعوا بالباتور كما كتشوفوا، غادي نخدم هذاك الميرينغ ديالي مزيان حتى يطلع ليا. عاد غادي ناخذ واحد جوج معلقات كبار ديال نيسكافيه كما كتشوفوا، غادي نديرهم مع واحد المعلقه ديال الماء وغادي نخلطهم مزيان مزيان. عاد غادي نبقى نزيدهم على هذا الميرينغ كما كتشوفوا معايا كيتبدل اللون ديالو. هنايا البنات راه حتى طلعت البيض ديالي مزيان مزيان، عاد باش درت نيسكافيه كما كتشوفوا معايا، يعني يعني راه صورت لكم المراحل كامله. هنايا كما شفتوا درت واحد المعلقه ديال الروح ديال النكهه ديال الفاني، عفوا درت واحد المعلقه. الصراحه ما نقيتش اللي ما فيهاش اللون، نقيت غير هذه داكشي باش يعني اللي متوفره عنده اللي بغى يدير النكهه ديال
النكهه ديال الكراميل او اي نكهه بغاها يقدر يديرها. انا هنا درت غير ديال الفاني. هنا كما كتشوفوا مازال كنطلع في كما كتشوفوا هاد الميرانغ ديالي طلع ليا مزيان مزيان. هنايا درت واحد 4 ديال الورقات ديال الجيلاتين، درتهم واحد شويه ديال الماء، ومن بعد غادي نبقى نزيدها وانا كنطرب. ذوبتهم فوق البوطه، عاد بديت كنزيدهم كما كتشوفوا، يعني انا كنطرب وكنزيد في الجيلاتين باش ما كيتكلكلش ليا داك الجيلاتين وسط الكريم. وصافي البنات، هنايا كما كتشوفوا غادي نكمل هذاك الجيلاتين ديالي كامل كما شفتوا معايا بحال هكايا، وغادي نكمل التطراب حتى نحصل على داك الخليط اللي بغيت، يعني حتى كيوقف ليا الميرينغ مزيان عاد كنحبس التطراب، وهنا غادي ندوز باش ندير الكريم فريش. وانتم خليكم معايا. وهنايا كما شفتوا معايا، هنا درت واحد لتر الا ربع ديال الكريم فريش اللي غادي نطلعو مزيان كما كتشوفوا، يعني غادي نبقى نخدمو بالباتور حتى يطلع ليا مزيان مزيان. بالنسبه للكريم خصو يكون بارد مزيان مزيان، خصوصا في هذا الصهد هذا خصو ضروري يكون بارد باش ني نبداو نطلعوه بالباتور كيطلع لينا دغيا دغيا، ما تيبقاش معذبنا، يعني صافي كيبقى يلا تنبداو نخدموه بالباتور حتى يطلع لينا كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي ندوز باش نزيد واحد غادي نزيد واحد شويه ديال البراليني اللي حضرته حتى هو في الدار كما رافيت لي وريتو لكم كيفاش كيتحضر. بالنسبه لي تندير اللوز، يعني الكميه اللي بغيتو ديال اللوز كديروها في الفران حتى كتحمر لكم مزيان مزيان، يعني من الفران نيشان المولينيكس كديروا معاه واحد جوج معالق ديال سنيده حتى لثلاثه، يعني على حسب الكميه ديال اللوز ديالكم، اللوز اللي درتو، وواحد المعلقه ديال الزيت ولا جوج حتى كتحصلوا عليه واحد الخليط اللي تيكون بحال املو. وصافي البنات، هنايا من بعد ما زدت له هذاك البراليني بديت كنطرب عاوتاني بالباتور، وصافي هنا غادي نكمل التطراب، وغادي يعني غادي ندمجوا ليا بجوج بهم. وصافي البنات، هنايا كما كتشوفوا غادي نزيد واحد شويه ديال اللوز، يعني واحد الكميه ديال اللوز كما قلت لكم، اللي عنده القرقاع يقدر يضيفه. انا هنايا عندي واحد شويه ديال اللوز، داكشي باش درتو غير هو وصافي. وهنا غادي نكمل التخلاط ديالي مزيان مزيان، وعاد غادي ندوز باش غادي نخلط بين الكريمات بجوج، يعني الكريم اللي شاركت معكم الاول والكريم اللي شاركت معكم الثاني. هنايا كما كتشوفوا غادي نزيدهم، وغادي نبدا غادي نحاول انني نخلط غير من الفوق لتحت، من التحت للفوق باش ما يطيحش ليا الكريمه ديالي كما كتشوفوا معايا بحال هكا، يعني غادي نكمل على هذه الطريقه هذه حتى نخلطهم بجوجهم ونرجع معكم باش نمونطيو الحلوه ديالنا. وهانتوما خليكم معايا. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما خلطت الكريمات ديالي بجوجهم ونشفت لي هذيك الطبقه المقرمشه اللي درت من التحت، هنا درت واحد الكميه ديال الكريمه كما كتشوفوا، درت هنايا يعني واحد الكميه لا باس بها باش تجيني واحد الطبقه اللي باينه، حيت هذا الكاطو غادي نديرو بلاص، يعني غادي نديرو في الفريغو ليله كامله حتى لغد ليه عاد باش غادي ندوز باش نزينو. وهنايا كما كتشوفوا غادي نحاول ندير واحد الطبقه اللي تكون متساويه، يعني اللي ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. هنا غادي نحط واحد القطعه ديال الجينواز، انا هنايا بغيت نفرقو باش ما يجيهمش بحال غير الكريمه بوحدها اللي كتكال، يعني يحسوا ياكل واحد شويه ديال الجينواز حتى هي، ما تبقاش غير الكريمه كثيره. وصافي البنات، هنا غادي نحاول انني ندخل ديك الكريمه ديالي مزيان، عفوا الجينواز ديالي نبرك عليها شويه مزيان مزيان باش تشد باش ما تجينيش الكريمه من التحت خاويه من الداخل. وصافي عاوتاني غنعاود نفس المرحله ديال انني غادي نسقي الجينواز ديالي مزيان مزيان كما شفتوا، وعاد غادي نزيد هاد الطبقه ديال الكريمه اللي متبقيه ليا، يعني غادي ندير عاوتاني حتى نحصل على واحد الطبقه متساويه، عاد باش غادي ندوز نديرها في المجمد ليله كامله حتى لغد لي، عاد باش غادي ندوز باش نشارك معكم الكلاصاج الحمر اللي غادي ندير من فوقها.
وهانتوما خليكم معايا حتى الاخير، ولما نسالي التسريح ديالها ونرجع معاكم. وهنا كما كتشوفوا هنايا من بعد ما سرحت هذيك الكريمه ديالي مزيان، هنا غادي نحاول انني نقادها شويه، غادي نقادها باش عاد نديرها في الفريغو. وهنايا كما كتشوفوا بالنسبه للكلاصاج ديالي اللي غادي نشارك معاكم، هنا درت 200 غرام ديال لا كريم فريش، هنا راه دايره غير 200 غرام حيت باينه بحال 300، راه حيت كنت معوجه الكاس شويه داكشي. باش هنايا كما قلت لكم 200 غرام ديال لا كريم فريش، وعندي هنا 200 غرام ديال الشكلاط بيض، يعني تكون نوعيه ممتازه باش ما يديرش ليكم هذوك الكوتال ولا يتحبب ليكم. انا عندي ملون احمر غذائي اللي غادي نزيدو حتى هو، وعندي واحد 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين كما كتشوفوا، غادي نفزقهم في واحد شويه ديال الماء بارد باش يجيوني ساهلين فاش نكون تنخدم الكلاصاج، يعني نلقاهم فازقين ماشي عاد نبقى عاد نفزقهم ونخلي الكلاصاج فوق البوطه. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا غادي نفزق الجيلاتين ديالي، وعاد غادي ندوز باش ندير الكريم فريش فوق البوطه، غادي يطبخ لي واحد الشي شويه عاد باش ندير فوقه هذاك الشكلاط الابيض، الشكلاط البيض اللي غادي نديرو فوق منه حتى هو، وغادي نخليه حتى يذوب ليا هذاك الشكلاط، عاد باش غادي نزيد له هذاك الجيلاتين. كما كتشوفوا هنايا انا درت الشكلاط ديالي فوق الكريمه، وغادي نخليها حتى تذوب ليا عاد باش نزيد له هذيك الوريقه ديال هذوك 3 الوريقات ديال الجيلاتين، عاد باش ندوز نزيد عليهم هذاك الملون. وهنا كما كتشوفوا زدت وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما طفيت على داك الكلاصاج درت واحد شويه ديال الكلاصاج في واحد الزليفه، وزدت عليه الملون الاحمر باش نشوف ان لون غادي يعطيني، حيت الصراحه البارح فاش بغيت ندير هذوك الشكلاط ديال القلوبه اللي غادي نزين بهم درت الملون الاحمر درته فيه، هو يخرج ليا واحد اللون جاني بحال الموف بحال كاشيري، يعني ما جاش حمر، داكشي باش خفت انني ندير الملون وما يخرجش ليا حمر حتى هو في الكلاصاج، داكشي باش جربته فواحد شويه ديال الكلاصاج فواحد الزليفه وعطاني اللون الاحمر، داكشي باش كبيتو نيشان فداك سميتو. هنا البنات راه اللون راه بدا تيحمر ليا، وفي الكاميرا كيبان بحال الغوز، تيبان بحال لا غوزي، ولكن هو في الحقيقه راه حمار البنات. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما حصلت على داك اللون اللي بغيت، يعني لون احمر ناصع، درتو صفيتو في واحد الصفايه بحال هكايا، وغادي نخليه يبرد ليا واحد الشي شويه، يعني غير واحد شويه على ما يبرد ليا عاد باش ندوز نديرو فوق الكاطو اللي راه باقي في المجمد، غادي نجبدو مباشره ونكب فيه الكلاصاج ديالي عاد باش غادي ندوز باش نزينو معاكم. وها نتوما خليكم معايا حتى الاخير. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما جبدت الكاطو ديالي من الفريغو كبيت فوق الكلاصاج، صراحه ما فاش كبيتو كبيتنيش الوسط، داكشي باش الجناب ما داروش ليا كاملين، داكشي باش غادي نبقى نهز غير من هذاك ميت اللي طاح لي في الارض هو اللي غادي نبقى نهز منهم. انا هنايا راه دايره واحد البلاطو غلفته بالسلوفان، وهو اللي باش كبيت من فوقه باش لا خصني ولا شي حاجه نزيد فوقه مباشره، يعني ماشي نديرو شي حاجه اللي ما يمكنش لينا نهزو منها. وصافي البنات هنا راه بالنسبه لهذا اللون هذا راه غير في الكاميرا اللي تيبان بحال هكا، اما هو راه جا لون احمر، يعني جا لون احمر بزاف، يعني ماشي هذا اللون هذا اللي تيبان هنا بحال لا غوزي بحال شي لون، الصراحه ما عرفتش علاش تبان بحال هكا، باين بحال الموف، ما عرفتش هذا اللون شنو هو. وصافي هنايا كما كتشوفوا غادي نحاول انني نغطي هذوك الجوانب ديالي كاملين باش ما تبقاش ليا حتى بلاصه ما تبقى بيضاء، حيت السيده اللي بغاتها كلها حمراء. وصافي البنات هنايا غادي نكمل انني ندير هذاك الكلاصاج ديالي وصافي. وغادي وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما درت لها الكلاصاج ديالها كامله، الصراحه جات زوينه، عرفتي كتبان كتبري البنات كما كتشوفوا داك الكلاصاج كيجي غزال حتى هو،
وصافي هنايا من بعد ما حطيتها في هذا البلاطو هذا، غادي ندير شويه ديال الفويتين من الجناب، يعني هادشي تيبقى اختياري، اللي بغى تزيين تيبقى اختياري، اللي بغى يزين بشي حاجه يزين بها. انا هنايا غادي ندير شويه ديال الفويتين، وهنايا بالنسبه لهاد القلوبه درتهم بالشوكولات، هذاك هو اللون اللي قلت لكم البارح صايبته بالشوكولاط وزدت فيه شويه ديال الملون حمر واعطاني هذاك اللون هذا، داكشي باش انني خفت لي يخرج لي حتى الكلاصاج في هذا اللون، داكشي باش جربت في هذيك الزليفه. وصافي هنايا كما كتشوفوا تندير تزيين، يعني غير بسيط، ماشي زعما مكلف او شي حاجه. هنايا كما شفتوا معايا درت هاد القليبات هادو، وحده في هاد وحده في الابيض، وحده في هاد كاشيري ولا ما عرف شنو هذاك اللون. المهم وصافي غادي نبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى نكمل هاد القليبات دياولي كاملين اللي عندي كما كتشوفوا، غادي ندور عليه كامله. وصافي البنات عاد غادي ندوز باش ندير شي تزيين من الفوق. هنايا بالنسبه للفوق درت له هادوك الوريضات، درت واحد ثلاثه ديال الوريضات، وزدت هادوك القليبات، زدت واحد شويه ديال القليبات من فوق هذوك الوريضات باش يعطيو باش يهرسوا هذيك البيوضه. وهنايا غادي ندير شويه ديال هذوك القليبات نيتلي من الشوكولاط اللي درت في الجناب، كثرت عليكم من القليبات. المهم البنات كما كتشوفوا هنايا درت هذيك التستيفه في الجنب بحال هكا، الصراحه جات ديكور غزال كما شفتوا. وهنايا غادي ندير هاد الشكيلطات صغيورين، هنا راه تنوريكم زعما باش يبان لكم بانهم راه قلوبه. درت هاد العقيق هذا على شكل قلوبه حتى هو، فيه البيض والحمر وشويه ديال الغوز حتى هو. وغادي نحاول انني نرش هذوك الجوانب اللي فوق الشكلاط، ويعني هاد الشكل كيجي غزال كما شفتوا البنات. هنايا غادي نكمل هاد التزيين ونرجع باش نشاركها معكم في الاخر، وهانتوما خليكم مع الفيديو حتى الاخر. وهنايا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي، الصراحه جا زوين بزاف كما كتشوفوا في الديكور وحتى في المذاق، تنتمنى ان السيد ينال الاعجاب ديالها في المذاق حتى هو. وصافي البنات هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم، واللي مازال ما ابونيش معايا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.